إلى الورشة. أشغال البناء في تواصل مستمر وبوتيرة كبيرة من كل فرد من أفراد هذه العائلة الجميلة من المتطوعين. تقدم كبير باد على الورشة من قبل المتطوعين العاملين فيها ليلا نهارا دون كلل أو ملل لإكمال إنجاز بيت العائلة المتضررة ماديا ومعنويا. سي حمزه السلام عليكم. الله عرفت تامر يا صاحبي العزيز. تامر يا خويا البيت هذه غاتولي كيما هكا ان شاء الله. عندك يا ربي ساعه تكملها مابا نافا ساعه الحيط هذا ثاني ما تنساش ان شاء الله. ان شاء الله بالقايد ورا بالقايد. اهلا بك وهراني. مرحبا بكم. وهراني في تيار. شكون جبتنا معاك؟ هذا ما نعرفوش. احمد هذا. احمد هذا شاب العشره ولا عشره؟ هذا تاع الماء. هذا تاعنا. هذا ماشي تاع وهر. بالقايد هاي الدار متحوفه شابه. ها يا خويا الله يبارك فيكم. جبت لنا عباد بالميتره ديالو. يا باسكو رانا هنا يا خويا. عندنا شوف تواقي. عندنا تواقي. عندنا دي بورت فنتر سانيتير. بورت فنتر داكور. يا خويا يا باترولا كيف هذا؟ نوصي ثم نوصي ثم نوصي على الحمايه. هاد الناس عندهم بزاف بنات وعندهم نا راجل. الاخ الكبير اللي عندهم في عمره 16 سنه. انا حبيتكم ديروا لهم شويه حمايه. راني شفت واش تخدموا فيه في لاتولي تاعكم. انتم ما لقيتكش تما كي كنت جيت لاتولي. لا كان برا كان بشونتي. كان برا في شونتي. انا جيت لقيت بالقايد برك صاحبي العزيز. يا خويا ماشي مشكله. يا بات بروبليم خويا ماشي مشكله كاع. القيس والقدام. يا اوكان بروبليم. عمر بونجور. هذا البناؤون يفسحون المجال والشروع مباشرة بتركيب الألواح الجبسية في كل غرفة من